متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستعرض معكم حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم بتوقعات منطقة الرياض، العاصمة الرياض، توقعات بأن تصل العظمى إلى تقريبا حدود 30 درجة مئوية مع أجواء مائلة إلى الحرارة متوقعة في العاصمة الرياض. توقعات بنشاط تدريجي في الرياح مع ساعات النهار وإثارة الغبار والأتربة، لا سيما في الشق الثاني مع ساعات المساء من هذا اليوم، وتهيئ الفرصة في منطقة الرياض لهطول زخات خفيفة إلى متوسط الشدة من الأمطار بمشيئة الله نتيجة تأثر المنطقة الوسطى بأحوال جوية غير مستقرة. توقعات المنطقة الشمالية، توقعات بأن يطرأ نشاط على الرياح في هذه المناطق نظرا لتأثر مناطق بلاد الشام المجاورة باضطراب جوي عظمى متوقع في تبوك تقريبا بحدود 25 درجة مئوية، كذلك الأمر في عرعر تقريبا 30 درجة مئوية متوقعة في سكاكة مع أجواء مائلة للحرارة. توقعات القطاع الغربي في المملكة أجواء مستقرة إجمالا مع درجات حرارة تقترب من حاجز 30 درجة مئوية في كل من جدة والمدينة المنورة مع إثارة الغبار والأتربة في الأخيرة تكون أعلى من ذلك بقليل في مكة المكرمة، في حين تصل إلى حدود 25 درجة مئوية في مدينة الطائف بمشيئة الله. توقعات القطاع الجبلي الجنوبي الغربي وتوقعات بتأثير أحوال جوية غير مستقرة تدريجيا مع ساعات النهار في هذه المناطق، وتهيئ الفرصة لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة محدودة في هذه المناطق مع عظمى متوقعة في بداية العشرينيات درجة مئوية تلامس حاجز 30 درجة مئوية في جازان على ساحل البحر الأحمر. توقعات القطاع الشرقي من المملكة، نلاحظ معكم أجواء مستقرة في عموم هذه المناطق، درجات حرارة عظمى متوقعة بحدود 30 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. نختتم معكم بتوقعات المنطقة الوسطى، كما تحدثنا عن الرياض توقعات أيضا بأن تطال هذه الأحوال الجوية غير مستقرة بشكل تدريجي مع ساعات العصر والمساء والليل، باقي هذه المناطق في القصيم وحائل، كذلك الحال هبوب رياح نشطة وإثارة الغبار والأتربة وتهيئ الفرصة كما تحدثنا لهطول زخات أمطار ما بين الخفيفة إلى متوسط الشدة بمشيئة الله تعالى. كان كل ذلك حتى اللحظة. للقاء.